أهلا وسهلا بمحبين قناة عالم العملات الرقمية. تحديث رسمي لعملة اللونة. تابع معنا الأخبار، أخبار جدا عظيمة، وانضم لنا لقناة التليجرام لتشوف أرباحنا بنفسك. فوليوم التداول ارتفع على عملة لونة كلاسيك. هذا يعني لما رح نطبق خطة الحرق رح نشوف أرقام وارتفاعات عظيمة لعملة لونة كلاسيك. طبعا كلياتنا بنعرف صار في تصويت وتمت الموافقة عليه، وكنا منتظرين فريق تيرا لابس وعطيناهم مدة لعشرة أو 15 يوم لتنفيذ الخطة وأدخال الكود الحرق على السلسلة. إدوار أحد المطورين الرسميين في تيرا لابس والمسؤول عن إدخال الكود أعلن تم الدمج كود الحرق مع إصدار 21 وتم تنفيذ الخطة بنجاح. شباب، في تسريبات بتقول بأول شهر اللي جاي رح يتم تفعيل خطة الحرق، وهيك بيكون نحن تأكدنا الموافقة من الشركة الرسمية المالكة لعملة لونة كلاسيك، وبالتالي وبقينا نحن منتظرين منصة باينانس لتفعيل الخطة بعد سلسلة البلوكشين. شباب، اللي لفت نظري ارتفاع الفوليوم على العملة، وطبعا هالشي مؤشر ايجابي لهي العملة. حسب التغريدات اللي عمال بلاحظة من فريق اللي مهتم بحرق عملة لونة كلاسيك، هن نفسهم اللي لاموا اساءوا لدكوان ببداية انهيار عملة اللونة. طبعا دكوان هو مؤسس عملة اللونة. بدأت التغريدات بتبرئ دكوان من ما حصل، والسبب هو مساعدته لتفعيل خطة الحرق. حتى في أحد التغريدات عمال بيدعو لشراء لونة الجديدة. اختلفت اللهجة اللي عم بيخاطبوا مؤسس العملة بسبب تعاون الفريق. إضافة عملة لونة الجديدة على منصة جديدة CAX، وطبعا أصدقائي أصبحوا العملتين موجودات على هاي المنصة. وهيك شباب كان كل شيء أخبار عنا، وطبعا نحن منتظرين ارتفاع هاي العملة. وإذا حابب تاخد تسمع أهم الأخبار لعملة لونة كلاسيك وأوضاع السوق، انضم لأنا على الرابط اللي بأسفل الفيديو. وإذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، أنا قناتي مهتمة بالأخبار والعملات الرقمية.